في حدث عالمي غريب، الكهرباء بتقطع عن العالم كله والناس كلها بتفقد القدرة على النوم، ومحدش عارف ايه اللي بيحصل، ومفيش غير بنت واحدة بس هي اللي بتقدر تنام. ده فيلم أويك 2021، وبيبدأ مع جيل، ودي جندية سابقة في الجيش وبتشتغل أمن في مستشفى، وبتسرق الأدوية المنتهية الصلاحية في المستشفى وبتبيعها علشان تعرف تصرف على أولادها ماتيلدا ونوح اللي بيكونوا عايشين مع جدتهم، وبتخلص شغلها وتروح تبيع الأدوية المخدرة للولد ده، وبعدها بتروح علشان تاخد أولادها من بيت جدتهم. الأولاد بيركبوا معاها العربية وبيمشوا، وفجأة الراديو بتاع العربية بيفصل والعربية بتعطل وبتتقلب في المية، فبتطلع الأم بتلاقي الولد جنبها لكن البنت مش موجودة، وبتبص حواليها بتلاقي 2 ضباط والبنت معاهم وبيحاولوا يفوقوها، ولما بتروح لهم بيقولوا لها انها فقدت الوعي لمدة دقيقة وانه مش عارف ايه اللي بيحصل. الكهرباء قطعت في كل مكان وفي العربيات، ومفيش عربية اسعاف هتقدر تيجي لهم، فبتروح جيل بنفسها للمستشفى وبتطلب مساعدة الدكتورة اللي بتيجي وبتسأل البنت عن حالتها، والبنت بتقول لها انها كويسة، فبتمشي الدكتورة وبتسيبهم، وجيل مش مستوعبة اللي بيحصل، فبتاخد أولادها وبتروح، وبتحاول تنام لكنها مش عارفة، فبتدخل تطمن على بنتها بتلاقيها نايمة، وبتروح لنوح بتلاقيه صاحي ومش عارف ينام هو كمان، فبتاخد عجلتها وبتمشي في الشارع، وبتلاقي الناس كلها صاحية، وبتقابل الولد اللي بيشتري منها المخدرات، وبيقول لها إنه محتاج بضاعة كتير، لأن الناس زي ما أنت شايفة في حالة جنون، وهيقدر يبيعها بأضعاف السعر، فبتروح جيل المستشفى علشان تجيب الحبوب. في الوقت ده الجيش ابتدى ينزل الشارع وهجموا عليها وهي بتحاول تسرق الحبوب، لكن بتدخل دكتورة ميرفي وبتقول لهم انها تعرفها، ودكتورة ميرفي كانت طبيبة نفسية وخدمت مع جيل قبل كده في الجيش. ولما جيل بتسأل ايه اللي بيحصل محدش بيرد عليها لان محدش عارف حاجة، فميرفي بتطلب من جيل تروح معاها لانهم محتاجين مساعدتهم علشان يقدروا يعرفوا ايه اللي بيحصل، وجيل بترفض. وبعدها بتسأل الشاب ده عن اللي بيحصل، فبيقول لها ان الناس كلها مش قادرة تنام، ولو ده استمر لمدة 48 ساعة هنفقد القدرة على التفكير، وبعد 96 ساعة هتبتدي الهلاوس وهيحصل فشل في الحركة وأجهزة الجسم كلها هتقف، وقال لها ان في واحدة بس هي اللي قادرة تنام وهيجيبوها المركز. فجيل بتغلط وبتقول له ان بنتها ماتيلدا كانت نايمة هي كمان. الشاب بص لها بذهول، انت متأكدة؟ دول بيجهزوا محطة كاملة علشان واحدة بس بتعرف تنام. فجيل بتحاول تتهرب وبتقول انها حصل لها حادثة وممكن تكون فاقدة الوعي. قال لها مفيش حد فاقد الوعي، يا اما عايش يا اما ميت. جيل بتجري بسرعة على البنت تطمن عليها، ودخلت اوضتها ما لقيتهاش، وبتسال اخوها قال لها ان جدتها خدتها معاها الكنيسه، وجيل بتروح تكتب رقم وبتحاول تحفظه علشان تتاكد من سلامه عقلها. وبيجي الشاب اللي كان معاها في المستشفى علشان يسالها عن بنتها، فبتكذب وبتقول له ما كانتش نايمه، لكن اخوها قال انها كانت نايمه وان هو اللي مصحيها بنفسه. بعدها الفوضى بتملى الشوارع والناس بتموت بعضها وبتهجم على الصيدليات علشان الادويه المنومه. جيل بتروح الكنيسه تاخد بنتها لكن الناس بترفض وبيقتلوا الشاب اللي كان معاها، وجيل بتقدر تهرب باولادها لكنهم محتاجين عربيه علشان يقدروا يكملوا. فبتروح جيل الورد اللي كان بيشتري منها المخدرات لكن بتلاقيه مقتول، والاتنين دول بيحاولوا يصلحوا عربية قديمة، وفي صوت عربية جاي من بره، فبيروحوا يشوفوها، وجيل بتاخد العربية القديمة وبترجع لأولادها وتاخدهم وتمشي، وبتقف عند مكتبة كبيرة علشان تدور على كتب عن الخرائط، وبتسيب البنت نايمة في العربية لوحدها، والمساجين هربت ومالوا الشوارع، واحد منهم سرق العربية ومشي بيها والبنت معاه، لكن بيرجع المسجون اللي سرق العربية تاني، والأم بتسيب أولادها وبتروح المركز عشان تقابل الست الوحيدة اللي قادرة تنام، وبتدخل على إنها دكتورة ومحتاجة عينة دم، والست بتكون تعبانه جدا من كتر ما بياخدوا منها عينات دم، وبتقول لها كفايه الدم اللي اخدتوه مني، وبتطلب منها تخرج من هنا. جيل بتقول لها انها هتساعدها وان عندها بنت عمرها 10 سنين وهتحتاج لمساعدتك في العالم الجديد، كلنا هنموت خلال ايام ومش هيبقى غيرك انت وهي. فالست بتقول لها ان هي اللي محتاجه لمساعده وكان المفروض انها ميته من شهور. والمسجون اللي كان سايق العربيه جاب الاولاد وجي المركز. جيل بتحاول تلحقهم لكنها ما قدرتش، والبنت الصغيره بتخرج من العربيه وبتقول لهم انها بتقدر تنام، فبياخدوها للدكتور، والدكتور بيكون باين عليه الارهاق وايده بتترعش، والبنت بتسال الدكتور وبتقول له هو انا هقدر اساعد الناس؟ قال لها لازم نعرف الاول ايه اللي بيميزك، وقال لها ان الطريقه الوحيده لتخفيف الضغط هي ازاله السائل الدماغي، وعملوا التجربه على الشمبانزي لكنها فشلت، وبيجرب غاز التخدير عليه لكنه ما بينامش. فبتيجي دكتوره ميرفي وبيطلبوا من البنت انهم يجربوا غاز التخدير عليها. البنت اول ما بتشم الغاز بتنام، وميرفي بتروح لجيل تعرف ليه البنت بتعرف تنام، وبتقول لها انهم كانوا فاكرين ان انفجار شمسي هو اللي غير تركيبه البشر الكهرومغناطيسيه. الام بتطلب منها انها تسيب البنت تمشي، لكن الدكتوره بترفض وبتقول لها ان نجاتنا كلنا في ايد ماتيلدا ولازم احاول تاني. ماتيلدا بتبص على الست اللي جنبها لقيتها بتموت، وبيحاولوا يلحقوها لكنها ماتت. الهلوسه بدات تظهر على الناس، والجندي شاف البتاعه دي على الارض فكرها قنبله
فبيشوطها برجله وبيضرب نار عشوائي. البنت خايفه والدكتور بيطمنها وبيقول لها ان محدش بيهاجم علينا، دي مجرد هلاوس. الجنود بداوا يموتوا بعض ومنهم اللي موت نفسه. وجيل بتروح علشان تنقذ بنتها، ودكتوره ميرفي حاولت تمنعها وكانت عايزه تموت البنت، لكن الدكتور كان اداها حقنه هواء وقتلها. جيل خدت البنت وجريت علشان تنقذ ابنها نوح. الولد كهرب نفسه وفقد الوعي. البنت جريت جابت الجهاز علشان تلحق اخوها، لكنهم استخدموا الجهاز غلط وفقدوا الوعي هم كمان، وبيفوقوا بعدها بيلاقوا كل اللي حواليهم ماتوا، والام تعبانه جدا، ونوح وماتيلدا بيحاولوا ينقذوها. فالبنت بتلاقي النجمه بتاعت الضابط اللي انقذها من الغرق، وبتفتكر الكلام اللي قاله لأمها إنها فقدت الوعي لمدة دقيقة، وبتقارن ده باللي بيحصل لأخوها وبتقوله أنت مت وأنا أنقذتك بالكهرباء. ومن الواضح إن الحل الوحيد هو إن الشخص لازم يموت ويرجع من جديد علشان يبقى إنسان طبيعي. بسرعة بياخدوا أمهم للبحيرة وبيغرقوها لحد ما بتفقد الوعي، وبيخرجوها تاني وبيحاولوا يفوقوها، وبينتهي الفيلم لحظة ما الأم بتفوق وبترجع لحياتها. وبرغم ان النهايه غامضه، لكن الواضح ان الفيلم عايز يوصل لنا رساله ان الحل دايما بيكون في ايد الاجيال الجديده، وانهم ينسوا كل اللي فات ويبداوا هم من جديد. بشكركم جدا على المشاهده واشوفكم في قصه جديده. ما تنساش لو عجبك الفيديو تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.